دكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه والسفير الفرنسي بالقاهره اطلقوا فعاليات عام مصر فرنسا 2019 خلال مؤتمر صحفي اقيم امبارح بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصريه بحضور الدكتور خالد العناني وزير الاثار فعاليات عام مصر فرنسا بتقام تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهتستمر على مدار عام 2019 كاملا وهتضم العديد من الاحداث الفنيه والملتقيات التبادليه في شتى مجالات الفنون والاداب بما يبرز التعاون الثقافي بين البلدين وهتبتدي الفعاليات باربع حفلات بتقام باوبرا القاهره والاسكندريه فتعالوا نشوف التقرير اللي جاي في أجواء باريسية ساحرة وعلى خطوات فراشات البالي التي تتميز بخفة الحركة ورقي الأداء استضافت دار الأوبرا المصرية وبالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي استعراض بالي أوبرا باريس حيث يأتي في إطار إطلاق فعاليات عام مصر فرنسا 2019 احتفالا بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين وبمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس هذا العام بيمثل يعني توطيد للعلاقات الثقافيه المصريه والفرنسيه وهي طبعا قديمه جدا جدا وقويه جدا ولكن يمكن هيكون في زخم كبير هذا العام من خلال النشاطات ان شاء الله اللي هتكون موجوده في مصر باذن الله وفي فرنسا ولكن طبعا الفعاليات احنا يمكن طرحناها لسه طرحينها دلوقتي ولكن هي فعاليات كثيره جدا بدءا من اليوم النهارده احنا بنبتديها مع العرض الرائع اللي قدموا سوليست راقصي اوبرا باريس مع فرقه باليه القاهره في دار الاوبرا ولمده اربع ليالي وبين القاهره والاسكندريه وبتتوالى بعد كده الفعاليات بدءا من الاسبوع الجاي ان شاء الله. علاقات ثقافيه متميزه هنبرزها بشكل واضح من خلال جهود وزاره الثقافه على مدار العام سواء في مصر سواء فرنسا بزيارات عاليه المستوى ان شاء الله. فيما يخص الاثار احنا هننظم معرض اثار معرض مؤقت لمده ست شهور مجموعه من اثار توت عنخ امون اللي افتتحناها في مارس الماضي في لوس انجلوس في الولايات المتحده الامريكيه هنفتتحها ان شاء الله في مارس 2019 في باريس لمده ست شهور وجاري دلوقتي التنسيق كمان مع الجانب الفرنسي لاقامه معرض في قصر المانيال عن قناه السويس بالاضافه الى استضافه وزاره الاثار والاماكن الاثريه بعض الفعاليات اللي هتنظمها وزاره الثقافه بمناسبه مرور عام

نؤكد على أهمية العلاقات المصرية الفرنسية خصوصا في الجانب الثقافي، وهي فرصة طيبة لنا أن نشارك في تنظيم فعاليات عام مصر فرنسا، حيث يشهد هذا العام تظاهرة ثقافية بين البلدين، خصوصا ونحن نحتفل بمرور 150 عاما على إنشاء قناة السويس، هذا الرمز التاريخي الكبير لمصر. بالنسبة للسياحة في مصر، فلا شك أن السائح الفرنسي عندما يصل لمصر ويستمتع بجمالها يعود لوطنه فرنسا وهو منبهر بهذا الجمال المصري الرائع ونحن نثمن على الجهود المصرية للحفاظ على أمن واستقرار الأوضاع وحماية جميع السائحين الأجانب في 2019 سيشهد تنشيط كبير للسياحة الفرنسية على أرض مصر فعاليات وعروض فرنسية فنية وثقافية على أرض مصر أرض الحضارة تأكيدا على قوة العلاقات التاريخية بين الدولتين وبداية طيبة لعام جديد مليء بالإبداعات والأنشطة تظاهرة مصرية فرنسية من داخل دار الأوبرا المصرية للإعلان عن عام ثقافي جديد بين مصر وفرنسا عام 2019 هو عام خاص في العلاقات المصرية الفرنسية يتضمن العديد من الفعاليات في شتى الفنون والأداب لإلقاء الضوء على طبيعة العلاقات الثقافية بين البلدين هويدا يحيى أم مصر